قبل ما نتكلم على الديفلوبمنت اوف ذا يوريتر، عايز افكركم بحاجه. انا كان عندي الجزء ده اللي هو الهايند جات كان انلارجد، اللي هو الاندوديرم بتاع الهايند جات بيعمل حاجه اسمها كلواكه، كان بيطلع منها الارانتويز. وجينا في الديفلوبمنت بتاع الكيدني قلنا ده بيطلع من ميزوديرم، انترميديت ميزوديرم، بيمر بثلاث مراحل: برو نفروز، ميزو نفروز، وميتا نفروز. وقلت لكم الميزو نفروز بتطلع داكتس، اتنين داكت هم واحدة من كل ناحية اسمها ميزو نفرك داكت، اللي هي دي بتفتح في الايه، في الكلواكة دي، المرحلة التانية. وقلنا البيرمنت كيدني بتطلع الميزو نفرك داكت دي اللي هي ميزو ديرمال ان اورجين، بتطلع بض اسمها يوريتيرك بض. بعدين اليوريتيرك بض تلزق فيها المرحلة التالتة، انا قلت برو نفروز، ميزو نفروز، ميتا نفروز، الميتا نفروز تروح لازقة فوقيها كده، والاتنين مع بعض اليوريتيرك بض مع الميتا نفرك كاب بيعملوا لي هنا ايه، البيرمنت ايه كيدني. وقلنا الميتا نفرك كاب بتجيب السكريتوري بارت اوف ذا يورين، دي اللي فيها الباومانز كابسول، بروكسيمال كونفولوت، والديستال كونفولوت، واللوب فينر، والكلام ده كله، تجيب اليورين، اليورين كولكتد باليوريتيرك بض، وبعدين اللي هتحطه في الميزو نفرك داكت اللي تنزله في كل وقت. ده كده انا بلخص الديفلوبمنت بتاع الكيدني اللي احنا شرحناه قبل كده. انا دلوقتي هتكلم على الديفلوبمنت بتاع اليوريتر. اليوريتر ده بيطلع منين؟ ادي الميزو نفرك داكت اللي بتفتح في الكلواكه، من الجزء القريب ده الميزو نفرك داكت اللي قريب من الكلواكه، الجزء ده يطلع هولو يوريتيرك بض، هولو يوريتيرك بض فروم ذا لور اند اوف ذا ميزو نفرك داكت. ادي لور اند بتاع الميزو نفرك داكت، يطلع منها اليوريتيرك ايه بض. اليوريتيرك بض تطلع طبعا الكلوكه دي في البلفس. اليوريتيرك بض ده ميزو ديرم، خد بالك ده ميزو ديرم، ويطلع من البلفس واسند على فوق على الايه، الابدوم، واخد معاها الميتا نفرك كاب اللي هيعمله ايه، الكيدني. فادي اليوريتيرك بض ده اهي، اللي هي دي طلعت من الميزو نفرز اللي انا جايب لها الطرف الاصفر ده. ادي اليوريتيرك بض خدت الميتا نفرك كاب وبيعملوا ايه، الكيدني. كدني بتتكون في البلفس، بعدين تطلع على فوق، ادي الكدني تطلع على فوق، وهي طالعة على فوق بتسحب معاها اليوريتيرك بض اللي هو بعد كده هيبقى اليوريتر، هو هيبقى اليوريتر، طلع ميجور كاريزز وماينور كاريزز كولكتنج اي تيوبز. تطلع الكدني لمكانها بقى في الابدون، بس في حاجه بتحصل، الجزء ده بتاع الميزو نفرك داكت ده اللي هو من اول يوريك بض يوريتيرك بض لحد الكلوكه، ده بيحصل له ابزوربشن في الكلوكه، في الفازايك يوريسرال بارت بتاع الكلوكه. وزي ما قلنا قبل كده الجزء ده بيحصل له ابزوربشن في الكلوكه عشان يعمل لي الترايجون اوف ذا يورينا بارت. يعني الجزء ده بتاع الميزو نفرك ضغط ده اللي هيعمل لي الترايجون بتاع اليورينا بلادر هنا، وهيعمل لي الترايجون بتاع اليورينا بلادر هنا. لما ده يتمص في الترايجون بتاع اليورينا بلادر، تقوم الفتحه بتاع اليوريتر بض دي، الفتحه بتاع اليوريتر تفتح مباشر في اليورينا بلادر. يعني في الاول خالص بيبقى اليوريتر بض بعيد عن الكلوكه، عن اليورينا بلادر، بعدين يفضل يتوتر مسافه بتاع الميزو نفرك داكت دي، كل ما دي بقى يحصل لها ابزوربشن في الكلوكه وتعمل الترايجون بتاع اليورينا برادر، تبقى جزء من اليورينا برادر عامله ترايجون، يبقى في هذه الفتحه الفاتحتين بتوع اليوريتر يفتحوا في الايه، اليورينري بلادر. نيجي هنا الانوماليس، ساعات بدل ما يوريتيرك بض تطلع واحده يطلع اثنين يوريتيرك بض، ويتغطوا بالميتا نفرك كاب ويعملوا كدني واحده لكن ليها اثنين دبل يوريتر، يبقى اول كونجنتال انوماري في اليوريتر اللي هو بيسموه دبل يوريتر. ساعات اليوريتر يطلع واحد لكن قبل ما يوصل للبلفز بتاع الكدني روح مقسوم اثنين، يبقى بيفيد يوريتر، يبقى ده ادي هنا اليوريتر اهو واتقسم اثنين في البلفز اوف ذا كدني. ساعات يطلع يوريتر على ناحيه كبير ويوريتر بتاع الكدني التانية رفيع،
يبقى ده بيسموها ميجالو يوريتر. ميجالو يعني كبير، يوريتر هنا كبير. كمان ساعات اليوريتر هنا بيبقى ورا الانفيرو جنكافا، لكن في ممكن يلف من ورا الانفيرو جنكافا ويطلع ان فرونت اوف ذا، جزء منه بقى ان فرونت انفيرو جنكافا، جزء خلف الانفيرو جنكافا، ده اللي بيسموه بوستو كيفال يوريتر. ده بوست كيفال يوريتر، اليوريتر خلف جزء من اليوريتر خلف الانفيرو جنكافا وجزء من اليوريتر ان فرونت اوف ذا انفيرو جنكافا، ومغطي طبعا جزء من الايه كومن الياك ايه ارتري.